البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. مسألة بيان معنى الحديث. قوله من قام رمضان أي قام لياليه مصليا. قال الحافظ رحمه الله: المراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام. وذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن القيام لا يكون إلا بها. قال أبو عبد الله غفر الله له ويؤيده ما أخرجه أبو داود عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. والمقصود أنه لو لم يصلي مع إمامه إلا ذلك الوقت القليل نحو ساعة أقل أكثر كتب له قيام ليلة. وليس المراد أنه من لم يصلي معه حتى ينصرف لا يكتب له قيام ليلة، فقد يتم لنفسه أكثر مما يصلي مع الإمام، وقد يصلي منفردا بدون إمام أكثر مما يصلي مع الإمام. إنما المراد بالحديث أن أبا ذر رضي الله عنه لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم نصف الليل قال: لو نفلتنا هذه الليلة، أي نقومها كلها. قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ففيه فضيلة للصلاة مع الإمام، ولكن لا يستفاد من الحديث أن من صلى منفردا لا تكتب له قيام ليلة، ولا أن من صلى بعضا مع الإمام وأكمل بنفسه لا تكتب له قيام ليلة. لم يقل هذا أحد من أهل العلم. قوله إيمانا أي تصديقا بوعد الله بالثواب عليه. قوله احتسابا أي طلبا للأجر لا لقصد آخر. قوله غفر له ظاهره يتناول الصغائر والكبائر، وبه جزم ابن المنذر. وقال النووي: المعروف أنه يختص بالصغائر، وبه جزم إمام الحرمين وعزاه عياض لأهل السنة. قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغائر، وفضل الله عظيم، فقد يكون عنده من الأعمال ما كفر الله به الصغائر، فتأتي الأعمال الأخرى على تكفير الكبائر أو تخفيفها. ويؤيد قول الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اكتنبت الكبائر. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا قال الحافظ رحمه الله: سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح، لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. تنبيه: عدد الركعات في قيام الليل تقدم في باب صلاة التطوع فليراجع من هنالك. المسألة الثانية: أيهما أفضل في صلاة التراويح، أن تكون في المسجد أم في البيت؟ ذهب الجمهور إلى استحباب أن تكون في المسجد، وهو الذي جمع الناس عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي في المسجد ويؤم الناس.
قالوا إنما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض على الناس، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في المسجد بعض الليالي ثم تركه. وذهب مالك في إحدى الروايتين عنه وأبو يوسف وجماعة من الشافعية إلى أن الصلاة في البيوت أفضل، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما. واستدلوا بحديث زيد بن ثابت عند البخاري ومسلم قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، معنى حوط على نفسه في المسجد، حوط بحصير حجيرة، يعني تصغير حجرة، جعل له مكانا محاطا عليه صلى فيه وهو داخل المسجد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، وربما أنها كانت مكان للاعتكاف أو فعله بدون اعتكاف. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، هذا يدل أنه لم يكن معتكفا، كان يدخل ويخرج. قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل الصلاة في بيته إلا المكتوبة عند أن طلبوا منه الخروج للصلاة في المسجد، فدل على أن الصلاة في البيت أفضل. قالوا: ولا يصح إخراج هذه الصورة عن الاجتماع لصلاة الليل في المسجد من الحديث بالتخصيص، لأن الحديث بالتفضيل واردا فيها، لكنه ليس بصريح أنه كان في رمضان. هذه الحالة ليست صريحة أنه كان في رمضان. قد جاءت الرواية الأخرى لما كان في رمضان لم يذكر الزيادة: خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قالوا: ولا يصح إخراج هذه الصورة عن الاجتماع لصلاة الليل في المسجد من الحديث بالتخصيص، لأن الحديث بالتفضيل وارد فيها. نعم، الحديث بالتفضيل وارد في هذه الصورة، ولكن ليست صريحة أنها في رمضان كما هو ظاهر الحديث، لعله فعله مرة أخرى في غير رمضان في هذه الصورة. لكن روت عائشة هذا الحديث بدون زيادة فإن خير صلاة المرء، وقالت في رمضان، وذكرت خروج 3 مرات، وحصل في اختلاف في الألفاظ فيشعر بأنها حالتان. وصح هذا عن ابن عمر والقاسم وسالم وإبراهيم. قال أبو عبد الله غفر الله له: الصلاة مع الجماعة في المسجد أنشط للإنسان من الصلاة بمفرده، ومعينة له على الاجتهاد في الصلاة والذكر والعبادة. ولذلك جمع عن عمر رضي الله عنه الناس عليها، واستمر عمل المسلمين على ذلك، فنحن نفضل الصلاة في المسجد من أجل ذلك، وبالله التوفيق. قال وعن عائشة رضي الله عنها قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، متفق عليه. مسألة: الحث على الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، قولها شد مئزرة يحتمل أن يكون المراد اعتزال النساء، ويحتمل أن يكون المراد التشميرة والجد في العبادة، ويحتمل أنه أراد الأمرين معا، ولا يبتعد هذا أنه أراد كليهما. قوله أحيا ليلة أي أسهره، فأحياه بالطاعة وأحيا نفسه بسهره فيه،
قال الحافظ رحمه الله في الحديث: الحرص على مداومة القيام في العشر الأخيرة، إشارة إلى الحث على تجويد الخاتمة. قلت: وفي الحديث دلالة ظاهرة على فضيلة هذه الليالي العشر وعلى فضل إحيائها، كيف لا وفيها ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود: ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. قال معلم بالوقف أو الإدراج. قال الإمام أبو داود رحمه الله عقب الحديث: غير عبد الرحمن لا يقول فيه قالت السنة، جعله قول عائشة، جعله من قول عائشة، لأن الصحابي إذا قال من السنة كذا فيكون مرفوعا. قال الدارقطني: يقال إن قوله والسنة إلى آخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعله أراد ليس من قول عائشة، وأنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم، إذن ليس من كلام عائشة وإنما هو من كلام الزهري، وثبت موقوفا على عائشة من فتواها. إذن هذه الألفاظ ثابتة عن عائشة من قولها أو من فتواها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، أي بالنذر. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا، الراجح وقفه على عبد الله بن عباس. والموقوف عن ابن عباس صحيح كما في سنن البيهقي. المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث. تعريف الاعتكاف: الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه. ومنه قوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي حبسوا أنفسهم عليها. وشرعا المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة تعبدا لله تعالى. مسألة: حكم الاعتكاف مشروع ومستحب بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يجب إلا بنذر بالإجماع. أما من الكتاب فقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما من السنة فأحاديث الباب المتقدمة، ولا حديث في مشروعية الاعتكاف كثيرة تبلغ حد التواتر. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد الإجماع على أنه سنة، وأنه لا يجب إلا بالنذر، كابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم. المسألة الثانية: هل يلزمه إتمام الاعتكاف إذا شرع فيه، أم له الخروج إذا شاء؟ ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا يلزمه الإتمام وله الخروج إذا شاء، لعدم وجود دليل على إلزامه بالإتمام. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فأمر بخبائه فضرب، فاستأذنت عائشة فأذن لها فضربت خباءها، ثم استأذنت حفصة، ثم زينب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، فقال: آل بر تردنا؟
فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان، ثم اعتكف العشر الأول من شوال. وذهب مالك إلى أنه يلزمه بالنية مع الدخول فيه، فإن قطعه لزمه قضاءه، وادعى ابن عبد البر الإجماع على ذلك وليس بصحيح كما بين ذلك ابن قدامة رحمه الله. وأما قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنما فعله تطوعا، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته، ويدل على أن القضاء ليس بواجب أنه لم يأمر نساءه بقضائه. والقول الأول والراجح والله أعلم. ما هو القول الأول الذي رجحناه عندك؟ لا يلزم الإتمام، وإنما يذهب عليه الأجر إذا لم يتم اعتكافه، وإن خرج لضرورة أو لحاجة مهمة فيرجى أن يأجره الله على ملازمته المسجد فيما تقدم له من الأيام، وليس أجره كأجر من أتم اعتكافه. المسألة الثالثة: هل يشترط في الاعتكاف الصوم؟ من يجيب قبل أن نقرأ؟ هل يشترط في الاعتكاف أن يكون صائما؟ عندك يا محمود؟ هل يشترط؟ ما الدليل؟ من يستحضر الدليل؟ عندك يا إسحاق؟ حديث عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك، والليل ليس محلا للصوم. وأيضا لا يوجد دليل على أنه يجب. حديث الباب الذي فيه ولا اعتكاف إلا بصوم من قول عائشة وليس مرفوعا، وقد خالفه أيضا فتوى ابن عباس. قال فيه قولان: القول الأول وجوب الصوم مع الاعتكاف، وهو قول مالك والليث وأبي حنيفة والثورين، ورواية عن أحمد، وثبت هذا القول عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم كما في مصنف ابن أبي شيبة. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب ولا اعتكاف إلا بصوم، وتقدم أنه معل، أنه ليس مرفوعا وإنما هو من فتوى عائشة. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود أن عمر رضي الله عنه جعل على نفسه في الجاهلية أن يعتكف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتكف وصم. وهذا الحديث ضعيف، فقد تفرد به عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار، وعبد الله بن بديل ضعيف وقد خالف ما في الصحيحين، فإنه ليس فيهما الأمر بالصوم. القول الثاني أنه لا يلزمه الصوم إلا أن يوجبه على نفسه في نذره، صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الباب، وهذا مذهب الشافعي وإسحاق والمشهور عن أحمد، وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك، والليل ليس بظرف للصوم. وقد تعقب بأن مسلما قد أخرجه من وجه صحيح بلفظ يوما، وهذا التعقب لا يفسد الاستدلال، بل يقال لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، ولو كان شرطا لأمره به. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الباب، وتقدم أن الراجح وقفه. واستدلوا أيضا باعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من شوال كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وقالوا: إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع، ولم يصح فيه نص ولا إجماع. والقول الثاني والراجح والله أعلم، أي أن الصوم ليس بواجب، أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.